استعيرها من صديقي النجم الكبير محمد هنيدي، اللي هو انت بتعدي الكوبري. هو في كوبري كده بيبقى موجود للفنان، ان هو هتجيب ايرادات ولا مش هتجيب ايرادات. يعني سنه اولى نصب وحب البنات حلو وجميل والايرادات معموله كويس، يعني كويس. انما انت بيجي يصدرك في ملاك اسكندريه، ومش معنى كده ان انا لوحدي، لا، انا موجود معايا طول عمري، بحب اشتغل وسط ناس ناجحه. يعني العمل الفني مش عملي لوحدي خالص، ايا كان هو ايه، لكن كل النجوم اللي اشتغلت معاهم هم نجوم الفيلم قبل مني. واحنا بنصور خلصنا الفيلم وانا قلقان جدا، لان هو بقى ده اختبارك، ان انت لازم تعدي رقم معين. كان وقتها 10 مليون جنيه في الايرادات في السينما في الداخل، كان انا فاكر الرقم ده. فكان كل دعواتي ان انا عايز اعدي بقى الكوبري بقى، عشان وقتها هيبتدوا ايه، هيبقى عندي فيلم كل سنه خلاص زي النجوم الكبار وقتها اللي موجودين. فالفيلم نازل يوم 5/6 او 4/6 حاجه كده، وقبلها بيوم، قبل ما الفيلم ما بينزل، قاعد عند الاستاذ وائل بتشوف الدعوات وبنبت الدعوات علشان تروح للناس في العرض الخاص وكده. دخلت عند الاستاذ وائل المكتب، كان الاستاذ سعيد حامد بيعمل فيلم بتاع النجم محمد هنيدي، كان انا يا خالتي. فداخل المكتب اسلم عليه، قال لي والله يا اخي انت اتعمل لك كل حاجه، مالكش حجه. انا اصلا بايظ، ويشاء ربنا الحمد لله ان الفيلم يعدي، ومن اول حفله ربنا يكرم والناس يعجبها الفيلم. فده انا فاكر الايام دي كانها امبارح والله، فده كرم من ربنا كبير جدا. انا ما اعرفش اقول، انا ده طبعا ده نصيب، بس انا اعتقد ان انا محظوظ وكرمت بحاجه زي كده. طبعا انا ملاك اسكندريه ده كنت بتعامل معاه كانه مولود. انا لدرجه ان احنا سنتها كنا بنطبع الفيلم في منطقه اسمها شيناي في الهند، دي عشان تروح لها بتركب طياره لدبي، ومن طياره لبومباي، ومن بومباي لشيناي. يعني عبال ما بتوصل بتبقى خلاص كرهت الفيلم وكرهت كل حاجه في الدنيا، مسافه طويله جدا جدا. ومستني اشوف النسخه بقى، اول نسخه، النسخه الزيرو بقى، اللي هو دي خلاص النسخه اللي هنطبع منها. وكان للي شاف الفيلم وفاكره، كان وقتها ان التصوير ابتدى يبقى فيه مود في التصوير، مش الـ الفول لايت وكله منور، لا، بيبقى فيه مود وحاجه مظلمه وحاجه منوره. فبتفرج على النسخه الزيرو كده في المعمل في الهند، كان نزار شاكر بوجه له التحيه مدير تصوير كبير. فبتفرج على النسخه الزيرو كده، ما عرفتش انا من خالد، من غاده، انا مين في دول، انا مش عارف انا مين في دول، من كتر ما هي النسخه كانت ضلمه قوي. رجعت الاوتيل في شيناي، وانا خلاص بقى، انا مستقبلي راح خلاص، انا رحت بقى ومنهار، ما كنتش فاهم لسه ان احنا ده لسه ده هيتصحح وهيتصلح. ورجعت بيه مصر والفيلم اتعرض ونجح والحمد لله، وكانت بدايه كويسه جدا.